شديد ابو نصين. قولوا قصر دلوقت في العشيه بيتت نجا والغله نصها راح وطالب التعويض والحراميه جاب. نجا كيف يا من ظهر البيت؟ لا من جوا امليس الصومه صحيت لقيتها منقوم ونص الغله رايح. عندك كم عيل؟ 7 و3 بنات. هتفتح الصومعه كل كديه؟ يعني كل 10 ايام اطلع منها نص كاله. يا عيالك يا بخيل. ها كيف يعني؟ 10 عيال وامهم وابوهم وتلاقي امك وابوك عندك يكفيهم نص كيله شديد. يعني اسيب السايب في السايب؟ اقول لك حراميه. في حرامي يسرق نص الغله ويسيب نصها؟ وسع على عيالك يا راجل يا بارد. انا لو مطرحهم ما كنتش سبت لك غلايه واحده. والكلام للكل، اي راجل بخيل مرته ما قدراش تطلع تشتكيه هجرسه، هركب الحمار بالمقلوب. كرامه لشيبتك ما اعملهاش. بولس اصرف له الغله اللي خدوها. وانت يا شديد اكسب قفل الصومعة وكل عيالك احسن لك. البخيل يغور. حاضر. رمضان ابو القفاطين. اصبر يا ابو القفاطين. اسمعين. نعم. عندي مشوار نواحي جينا كده اتمم على شويه حاجات هتقعد مخك. قولي بكره من مشرق النهار. حاضر. قول وقصر يا ابو القفاطين. خير يا ست الناس؟ عايزه تأذي مين الدور ده؟ زي كل دور يا عرج. يوه صالحة تاني؟ ما خلاص العمر عدى والسنين خدمتنا والعمل بتاعها ساري في رقبة الطريشة 12 عقدة. لا مرته الجديدة ورد لي أمل بنت مناصر نفس المرض نفس الأذي. تقطع الخلفة ولا تجيب عيل ولا تيل. خدامينكم وعايزاها عجرب نزيف ولا من غير نزيف؟ نظيفة عشان محدش يجري ويعالج. والريحة؟ ريحتها اهي. والحلوان 5 حتت ذهب عشان الحسد يا مول ولاد. لا حتة واحدة يا عرج. اهي خدامين ما تشمش يا كلب. يلا لما حاجتك وغور. الا قولي لي يا ست الناس عملت لك ايه المرأة الكبيرة والبنت الصغيرة عشان غير لك تهي لقوا من نار البخور اللي قدامي؟ قلت لك غور. قدامين كفاية اللي عنديهم كمان عاوزين عيال. السلام عليكم يا شريف يا كامل يا حبيب الله يا حفيد النبي الغالي يا أسد الصعيد. وحشتني قوي. سلم يا عماه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدنا. توسع يا عم. واقف في الصدر كده ليه؟ فاكر نفسك مين؟ أنا فقير يا أبوي لا أكتر ولا أقل. وعايز إيه يا فقير؟ معوش منك حاجة. زين امال ايه اللي موقفك ما دام ما عاوزش حاجه؟ امشي غور يا ابويا. انا عاوز رضا ربنا. طب والله مليح طلعت مؤدب. اوعى تعوز الغرض مرض. فاهم؟ ربنا يكفينا شر المرض. عاوز التجلي؟ عاوز رضا ربنا قلت لك. عاوز التجلي؟ ما تفهمه يا مولانا. قول له عاوز
عاوز التجلي؟ رد. عاوز تجلي؟ ما فيش تجلي من غير تخلي. يعني ايه؟ يعني قول ما عاوزش. ما عاوزش؟ طلع كل اللي في جيوبك وادهولي. هات خدوا 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 خدوا، كل واحد ياخد غرضه. ارفع يدك للسما وقول ما عاوزش حاجة يا رب، ما عاوزش حاجة يا رب، يا رب يا رب. عبدك الفقير اهو قدامك ما عاوزش حاجة، اقضي له حاجته يا كريم، اقضي له حاجته. قول امين. امين. قول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله الله الله. كده تقدر تدخل في سيدنا. تم جيت بصحبة سيدنا، يبقى براء. سيدنا مين؟ سيدنا اللي جارك ده. لا انت ولا ناسك كلهم عارفين قيمته. بوس يده، بوس. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. بلحة ولا اتنين ولا تلاتة؟ هات اللي تجيبه. خد تلاتة. كتر خيرك. ده انا شفت دول الناس وزعوهم علينا وانت كنت نايم حطهم في يدك. الله اكبر. الله اكبر. الله اعظم الناس اللي قدامهم. يلا نتوضوا. واه، يعني عيال التنين يطلعوا جنه من غير ما يشاوروا؟ كلام ايه الفارغ ده يا سيدي؟ ما دام الشيخ همام في المشوار ما تقلقش يا راجل. يا باند اقول لك عيال التنين تقول لي ما تقلقش؟ امال اقلق على مين؟ عليك انت؟ يعني ما تقلقش عليا يا سيدي؟ لو موت ما تزعلش على جامع؟ ما تموت ولا تغور في 60 حرديفه، نفعني بيه انت، عاجز وهيخدم عاجز، وقاعد في وشي كده زي غراب الباي. الله يسامحك يا سيدي. الله ياخدك يا جامع. والله تزعل لو خدني. انت عاوز تزعلني بالعافيه من المركوب؟ طب اقوم دلوقتي اموتك عشان تعرف اني ما ازعلش عليك. على كيفك يا سيدي، قوم. هتعيرني عشان عارف اني ما قادرش اقوم. طب هات راسك اقطعها. راسي اهي يا سيدي. يقرا يا بارد. طب همام وراح مصالح ياخد معاه سلم ليه؟ الغايب حجته معاه. عارف ان حجته مش مع حرق ابوك. سيدي انت هتحب سيدي همام اكتر ولا سيدي سلام؟
ده على أساس إنك من بقية أهل اللي جابوني هتسأل، صح؟ لا يا سيدي، على أساس إني خدامك وحبيبك. حبك كلب من غير ديل. هو الزمان خلى بوزي بقى في بوزك. أقول لك، سلام ولدي اللي ما أحبش أفارقه أبداً، هرتاح معاه. لكن همام أنا بقيت عمري يدي ورجلي، كان ربنا خد عقل سلام اداه لهمام فبيجي بعقلين. همام داهية زي أبوه، لكن سلام ربنا اداله في قلبه، قلبه شايلنا كلنا. فهمت يا جاموس؟ فهمت يا سيدي. فليني يا ابن المركوب. قال فهمتي يا سيدي؟ فهمت كيف؟ ده انت بلاص.